أهلا بكم في أخبار المساء. شهد عدد الرحلات الدولية الواردة والصادرة عبر مطارات مسقط وصلالة وصحار نموا بنسبة 112.4% بنهاية فبراير لعام 2023. يسمح لجميع الزوار والسياح من الدول الأجنبية بالقيادة في سلطنة عمان، شرط أن يكون لديهم رخصة قيادة دولية سارية أو رخصة قيادة صادرة عن بلدانهم. أفادت هيئة الدفاع المدني والإسعاف أن الفريق المختص بمعالجة الحوادث المتعلقة بالمواد الخطرة بمحافظة شمال الباطنة استجاب لبلاغ عن تسرب غاز الكلور من اسطوانة غاز في منطقة صحار الصناعية، وتمكن الفريق من احتواء الغاز المتسرب مما أدى إلى إصابة 42 شخصاً. لمعرفة المزيد من الأخبار تابع الموقع الإلكتروني www.thearabianstory.com.